الحقيقة المؤمن بيطلب ستر ربنا والحرامي يطلب ستر ربنا. لو الناس عرفوا أقل القليل عن خطايانا أو عيوبنا أقول لك يبصوا لنا إزاي، يحتقرونا وممكن يتعبوا جدا في حياتهم، لكن ربنا بيستر علينا ويخبي خطايانا احنا علشان الناس تعرف تعيش. عشان كده كل يوم واحنا بنصلي في صلاة الشكر، وابونا بيقولها في اول كل صلاة، في صلاة باكر وفي رفع الحمل وبالليل في العشية، وانتم بتصلوها في كل صلاة في الأجبية في بداية الصلاة، فلنشكر الله، وبتقول بعديها لأنه سترنا. سترنا الحقيقة ربنا هو أول واحد ستر الإنسان، وستر ربنا لينا أقول لك كل يوم لا، ده كل دقيقة أقول لك لا، ده كل لحظة، في كل لحظة ربنا بيسترنا. إحنا محتاجين نكون نسلك زي ما أبونا السماوي قال لنا، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.